سيدات والسادة، نتابع الآن مع حضراتكم سير العملية الانتخابية من خلال شبكة مراسلينا. نبدأ مع حضراتكم من محافظة السوهاج، وينضم إلينا حمادة العربي. حمادة، أهلا بك معنا. أهلا بك محمد، وأهلا بكل مشاهدي التلفزيون المصري. تفضل حمادة. يعني بدأت ساعات المساء، وأعتقد أنه ربما ساعات المساء في الصعيد لها طابع خاص في عملية التصويت. أنقل لنا كيف هي الصورة الآن من داخل اللجان بمحافظة سوهاج. محمد، بالفعل كما ذكرت، الساعات الفاصلة أقل من 3 ساعات على إغلاق باب المرحلة الأولى بالكامل في جولة الإعادة. يمكن هذه المرحلة التي تشهد حماسا قويا داخل محافظة سوهاج، حيث تجرى الانتخابات على 14 مقعدا، وهي كل المقاعد الفردية الخاصة بالنظام الفردي داخل محافظة سوهاج. لكن يمكن ما رصدناه خلال اليوم وفي هذه الساعات بالتحديد هو اختلاف المشهد بعض الشيء. المعركة الانتخابية على أشدها في القرى والنجوع الخاصة بمحافظة سوهاج، سواء في مدينة المراغة أو في طحطة وطمة وجهينة ودار السلام وسقلتة والمنشاة وجميع مراكز المراغة. القرى هي اللاعب الأساسي في هذه الانتخابات، وكمية من الحشد لأنصار المرشحين في محاولة منهم للوصول إلى مقعد مجلس النواب. يختلف المشهد في المدن وخاصة مركز سوهاج الرئيس، حيث هناك عدد كبير من اللجان الفرعية على مستوى هذا المركز قلب المحافظة. يعني نتحدث إليك من شارع، هذا الشارع به مركزان انتخابيان، مركز طه حسين وهذه هي المدرسة التي نقف أمامها الآن، وفي الواجهة الأخرى مدرسة السوهاج الثانوية بنات. لذلك الإقبال في القرى والنجوع يختلف تماما عن الإقبال في المدن. العصبية أحيانا القبلية، صلات النسب بين العائلات تلعب دورا مهما في هذه الصورة وفي هذا الوقت بالتحديد. لكن على مدار اليوم كان هناك لفتات كثيرة إنسانية قامت بها وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن سوهاج بنقل بعض الحالات الإنسانية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عدد من اللجان بناء على طلبهم الذي تقدموا به كمساعدة من الدولة المصرية لهم ليكون لديهم الحق في المشاركة والإدلاء بصوتهم في هذه الانتخابات. حمادة، يعني اسمح لنا أن تبقى معنا ونذهب سريعا إلى محافظة البحيرة والزميل أحمد بكير. أحمد، يعني بعد أن بدأت ساعات الليل في البحيرة، هل اختلف الوضع في البحيرة عن سوهاج؟ كيف هي عمليات التصويت الآن؟ أنقل لنا الصورة لديك. تحية طيبة إليكم زملائي في الاستوديو ولمشاهدي التلفزيون المصري الكرام. ربما الوصف الصحيح لما يدور في محافظة البحيرة ومراكز وقرى هذه المحافظة هو أن ساعة الحسم قد بدأت هنا في هذه المحافظة. بدأ المشهد في التغير الكلي والجزئي، سواء هنا في مركز ومدينة دمنهور أو سواء على مستوى القرى القريبة هنا من مركز ومدينة دمنهور أو القرى والمراكز المختلفة. نتحدث عن 16 مركز ومدينة بالإضافة إلى 490 قرية. المشهد بهم يختلف كليا وجزئيا منذ الساعة الرابعة وحتى هذه اللحظات. ربما كانت الصورة المميزة هنا في محافظة البحيرة هو تنوع الشرائح العمرية المشاركة في عملية التصويت، إلا أن من الساعة الرابعة وحتى هذه اللحظات بدأت الكثافة من الناخبين تزداد رويدا بعض الشيء، لكن لا نستطيع إلا أن نؤكد أن ما زالت الكلمة العليا هنا في أيدي السيدات بالإضافة إلى كبار السن، لهم تواجد كبير من بعد الساعة الرابعة وحتى هذه اللحظات. تواصلنا مع بعض المراكز والمدن القريبة من هنا مثل حوش عيسى والدلنجات وابو المطامير وابو حمص. حقيقة الأمر الصورة التي تتواجد هناك هو وجود بعض الطوابير في المراكز الانتخابية. المشهد في القرى لم يتغير منذ تمام الساعة 9 صباحا من يوم أمس وحتى هذه اللحظات. كل هذا يتم بطبيعة الحال محمد وسط إجراءات احترازية وتأمينية كبيرة على أي
أي حال لابد لنا في هذا التوقيت أن نستطلع بعد زيادة الكثافة في اللجان الفرعية أن نستطلع آراء بعض المواطنين حول سبب هذه الزيادة، وأيضا نستطلع آراءهم خاصة وأن مدينة ومركز دمنهور أصبحت تشهد مشاركة كثيفة في هذه اللحظات. يعني لو نتعرف باسم حضرتك ونحب نعرف منك أولا الدائرة الانتخابية التي نحن بصددها الآن بها العديد من المرشحين، ما هي المعايير التي تقوم باختيار النائب على أساسها؟ اللي هو يكون فيه إنجاز في العمل، اللي هو مثلا سيادة الدورة اللي فاتت كانت مثلا عملت مشاريع، اللي هو مثلا عندنا ميدان فلاقة كان بايظ خالص صلحته، احد الطرق برضو صلحتها اللي هي عاملة انجاز الصراحة، فهو ده اللي سبب اللي هو خلينا ننزل دورة تانية وندي لها صوت فيه. ربما مشاركة السيادات لا تقتصر على السيدات كبار السن فقط وإنما تقتصر أيضا على الشابات، يعني هناك عدد كبير من المرشحين في الدائرة الرئيسية في محافظة البحيرة، ما هي المعايير التي تختاري على أساسها من يمثلك في هذا البرلمان؟ احنا بنختار المعايير على أساس ان هم يبقى كلنا ايد واحدة، ان هو يلبي احتياجات المراكز المجاورة للمحافظة، يبقى معانا ما يسيبوناش، يبقى برضو متعاونين معانا كلنا بس كده. شكرا لحضرتك. يعني ربما نريد أن نستطلع من حضرتك الكثير من المشروعات القومية تتم هنا في محافظة البحيرة، ونحن في هذه المحافظة بحاجة إلى نواب حقيقيين لمتابعة هذه المشروعات ويكون رقيب للمواطن. ما هي أبرز المشروعات التي لمست حياتك هنا في محافظة البحيرة؟ احنا ان شاء الله في البحيرة هنا هتعمل اكبر محطة مية في المحمودية والجدية، هي خلصت وتسلمت، ودلوقتي حاليا بيتم عمل اكبر رافع صرف صحي على مستوى الجمهورية، وهو رافع العزيز عثمان، ده بيغذي 3/4 عزب شبرا في البحيرة، وده شكر ملموس جدا 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 من القائمين على المنصب. شكرا لحضرتك. يعني ربما نفس السؤال، هو مشروعات كثيرة هنا في المحافظة، ما هي أكثر المشروعات التي لمست حياتك اليومية هنا؟ مشروعات الصرف الصحي والمشروعات الخدمية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، تحديث شبكة الكهرباء. يعني حضرتك القرية اللي حضرتك منها أو ما كانش فيها صرف صحي؟ حاليا ما زالوا، هم لسه جاري العمل في الصرف الصحي، يعني احنا لمينا الفلوس كل حاجه والقطعة الارض موجوده وكل حاجه موجوده، بس مستنيين ان يوافقوا الشركه القابضه توافق بس على انتهاء المشروع. طب ربما ما هي المعايير التي يتم اختيار النائب على اساسها في محافظه مثل محافظه البحيره؟ بيبقى نائب خدمي، يعني انا لما اروح لمكتب حد انا مش عايز حاجه شخصيه، انا عايز حاجه تخدمني كقريه، مثلا انا محتاج مشروع الصرف الصحي، مش عايز اكتر من كده بس. شكرا جزيلا. ربما مشروع الصرف الصحي من المشروعات المهمة هنا في محافظة البحيرة، كانت محافظة البحيرة خلال السنوات الماضية تتعرض لموجات من الطقس السيء خاصة من الأمطار، وكانت تؤدي إلى كثير من المشكلات هنا في محافظة البحيرة، وهو ما انتبهت إليه الدولة خلال خطة استثمارية كبرى خصصت لها نحو 14 مليار جنيه لإقامة 136 مشروعا، منهم 12 مشروعا خاصين بمياه الشرب والصرف الصحي، تم الانتهاء منهم خلال الاحتفال بعيد المحافظة القومي خلال الشهر الماضي، وهي مشروعات غاية في الأهمية. ربما أخيرا نحب أن نشير إلى أن محافظة البحيرة بصرف النظر عن كونها محافظة من كبرى المحافظات المصرية ومن كبرى محافظات المرحلة الأولى في جولة الإعادة، إلا أن محافظة البحيرة حقيقة الأمر تحتاج إلى الكثير من الخدمات. الحكومة تخصص لمحافظة البحيرة، نعم، في الموازنة العامة نحو 800 مليون جنيه.